اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكل الانشطه مع مراسلنا العزيز كريم احمد الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كريم صباح الفل عليك، اتفضل سامعينا. صباح الخير طبعا عليك زميلي العزيز كريم، وكل التحيه لزميلتي العزيزه نهاوند، وصباح الخير على جمهور النادي الاهلي اللي اكيد بيتابع وبمنتظر كبير جدا للمباراه القادمه والتحدي الكبير لفريق النادي الاهلي، وهي مباراه المريخ السوداني والنادي الاهلي في ملعب الجوهره الزرقاء. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بتركيزه الكبير اللي احنا بنشوفه في التدريبات، ان شاء الله باذن الله مع تركيزنا الاكبر مع وصولنا في السودان ان شاء الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه ليها صعوبات كبيره جدا بياكد عليها في كل مره الحقيقه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع الجهاز الفني. المحاضرات مستمره زميلي كريم، زميلتي نهاوند، الكل عارف اهميه هذه المباراه. يمكن النهارده كنا منتظرين طبعا ان كل طبعا نجومنا نجوم المنتخب الوطني لاعبي النادي الاهلي اللي اكيد بنبارك ونهني للمنتخب الوطني على الفوز الكبير، لكن السعاده الكبيره جدا اكيد مع الفوز وان منتخبنا الوطني حقق اكيد نتيجه كبيره هو السعاده ان تالق لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه، ده بينعكس اكيد والاشاده كبيره جدا من الجهاز الفني. اما اللعيبه بتكون فورمه بشكل كبير، مش عايزين ننسى حد طبعا، كل اللعيبه سواء الشناوي السولية محمد مجدي قفشه محمد هاني، كل اللعيبه دي فورمه المباريات بتسعد اكيد الجهاز الفني لان الضغط كبير جدا وتلاحم كبير جدا بين المباريات، فما فيش وقت لعيبتنا المنتخب هتكون متواجده غدا في التدريب. كنا منتظرين النهارده يكونوا متواجدين بالكامل مع فريق النادي الاهلي حتى لو هيكون تدريب ريكفري للاعبين، لكن من الواضح ان كابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني اعطى راحه للاعبين الدوليين العاديين من منتخبنا الوطني على ان يكونوا متواجدين غدا في التدريب الاخير اللي هيكون هنا في ملعب مختار التتش، ومنها ان شاء الله مباشره التوجه الى مطار القاهره على ان يتوجه بعثه النادي الاهلي في طائره الساعه 4 عصرا ساعتين ونص او ثلاث ساعات بالكثير يكونوا في السودان، لكن اليوم اكيد هيكون منتهي لعيبه النادي الاهلي منذ وصلنا للسودان. وزي ما انتم ذكرتوا طبعا التدريب اختلف نظرا لمباراه سان داونز والهلال السوداني اللي هتكون يوم الجمعه، كل الترتيبات دي الحقيقه بيقوم بيها الكابتن سعيد عبد الحفيظ مع ايضا سفيرنا طبعا في السودان، كل الامور دي مهمه جدا لان احنا عارفين في كل مره بيكون التدريب الرئيسي هو اخر التدريبات قبل المباراه ب 24 ساعه مع المؤتمر الصحفي مع الاجتماع الفني، لكن اكيد ان شاء الله باذن الله يكون تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي سواء في ملعب الجوهره او ايضا كمان الملعب الفرعي اللي هيكون زي ما انتم اكدتوا قريب جدا من فندق الاقامه. اثنين طبعا عايز اكد عليهم، اولا ديانج، يعني بنقول خلاص ان ديانج وصل ومتواجد ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي في التدريبات وهيكون متواجد مع البعثه، لكن بواليا الحقيقه هو اللي هيكون متواجد في السودان مباشره، يعني هينتهي منه المعسكر المغلق او معسكر التدريبي ليه او المباراه الاخيره اللي بيخوضها طبعا مع منتخبه وهيتواجد للفريق في السودان. يمكن هم دول طبعا اللي حبينا ناكد عليهم مع اللاعبين للمنتخب الاولمبي، كل اللعيبه اللي يمكن خلاص انهت المباراه في المنتخب الاولمبي متواجدين، صلاح محسن متواجد، اكرم توفيق، مصطفى شوبير، احمد رمضان، بيكم، صلاح محسن، كل اللعيبه الحمد لله اطمنا عليها ممكن ياخدوا تدريب خفيف النهارده على ان يكونوا مشاركين بكل قوه في تدريب الغد والتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. اللي طبعا المصابين بنتكلم عليهم في كل مره، كل بيمشي في التاهيلات علي معلول، محمود وحيد، حمدي فتحي طبعا اللي مطول شويه، كريم ندفت، ومحمد محمود، يمكن اكدنا عليهم اكتر من مره ان هم خلاص اقتربوا بشكل كبير جدا من العوده ان شاء الله والمؤازره لفريق النادي الاهلي خلال الايام القادمه. ده بالنسبه طبعا للتدريب النهارده، من الواضح كمان ان بيتسو موسيماني هيكون في جرعه تدريبيه قويه جدا فيها تكتيك فيها امور عديده جدا، الراجل بياكد في كل مره نظري وعملي، المحاضره بتكون طويله شويه بتستغرق 40 دقيقه او 35 دقيقه، لكن الجزء العملي بيكون مهم جدا اللي بيحاول ان هو يطبقه مع اللاعبين في الملعب. طبعا الصفوف لم تكتمل بشكل كبير، ده بيبقى ليه تاثير شويه مع تصعيد العدد الكبير من الناشئين، لكن مع عوده اللاعبين غدا هيكون تدريبه مهم جدا للعيبه النادي الاهلي لوضع بقى الرتوش الاخيره والتدريب الرئيسي بالنسبه لفريق النادي الاهلي اللي هيكون هنا على ملعب مختار التتش صباحا. ده بالنسبه للاخبار الخاصه لفريق كره القدم بالنادي الاهلي واستعداده لرحله السودان. لو بننتقل طبعا بقى للجانب الاخر والاخبار الخاصه بها النشاط الرياضي لفريق النادي الاهلي، الحقيقه طبعا يمكن الحديث الكامل ويمكن لا الصوت يعلو عن مباراه الامس بين الاهلي والزمالك في كره السله، يمكن الناس كلها قالت ان خلاص المباراه تم الغائها ونتيجه حسبت لنادي الاهلي، لكن حتى هذه اللحظه منتظرين اجتماع طبعا الاتحاد المصري لكره السله برئيس الدكتور مجدي ابو فريخه، لان النهارده ممكن يكون في قرار. الطبيعي طبعا زميلي كريم زميلتي نهاوند ان خلاص المباراه الغت، النقاط على طول بتحسب للفريق المنافس سواء النادي الاهلي او غيره، لكن من الواضح وشايفين ان في اتجاه ان ممكن المباراه تعاد، يعني بنتمنى ان يكون في قرار حاسم لان المنتخب الحقيقه يمكن كره السله في النادي الاهلي تعرضت لظلم كبير جدا خلال الايام الماضيه سواء ايقاف المدرب ايقاف ايضا كمان اليكس المحترف، فيمكن اللوائح بتطبق بشكل كبير، فانا بتمنى اللوائح تطبق في كل الفرق وليس النادي الاهلي فقط، فاكيد بننتظر ان شاء الله حسم هذه المباراه ونقاطها لفريق كره السله بالنادي الاهلي. على الجانب الاخر طبعا كره الطائره سيدات اللي طبعا
بياخدها الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق النادي الاهلي مع المدرب ياسر صلاح، حققوا فوز كبير جدا على فريق 6 اكتوبر في بطوله الدوري العام بنتيجه 3-0. يمكن الحقيقه طبعا بنقول عليهم بنات من ذهب، بنات الطائره، عندهم رصيد كبير جدا من البطولات، سواء بطوله كاس مصر، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، بطوله دوري، فيا رب يستمروا في هذه وسلسله الانتصارات الرائعه والمميزه. من كره الطائره لكره ايضا تنس الطاوله، تنس الطاوله الكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لرجال تنس الطاوله، عندهم طبعا دوره مجمعه، الدوره الاولى المجمعه فازوا على انبي وفازوا على نادي الزمالك وماشيين بخطه ثابته جدا الحقيقه. سيد لاشين لاعب النادي الاهلي ومحمد البيلي وخالد عصر الثلاثي بيادوا دور اكثر من رائع واداء اكثر من رائع مع فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يستمروا في حصد هذه النقاط وفي حصد سلسله الانتصارات ويقدروا يحققوا درع الدوري العام لتنس الطاوله. كره اليد رجال، وهو طبعا الحديث الاخير عن تجديد ابراهيم المصري احد نجوم فريق النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني لمده 4 سنوات، الحقيقه مجهود كبير جدا بيقوم به النشاط الرياضي، سواء الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، الكابتن ياسر نصير نائب مدير النشاط الرياضي، بالتنسيق طبعا مع مجلس الاداره، لما بيكون في دعم كبير وبيكون في استقرار بشكل كبير جدا على التعاقد مع اللاعبين ومدى التعاقد ده بينعكس على الفريق بشكل كامل. الاستقرار مهم جدا، وده الحقيقه اللي بيحاول يوفره مجلس اداره النادي الاهلي المناخ الطيب لكل الالعاب، العاب سواء كره القدم وايضا كمان الالعاب الجماعيه. الامور الحمد لله لفريقنا ماشيه بشكل طيب، النشاط الرياضي بيحقق اداء مميز جدا، بنتمنى بقى الانتصار بشكل كبير واستمر النادي الاهلي في كل الالعاب في سلسله الانتصارات. انا معاك يا نواند، معاك كريم، لو في اي استفسارات انا معاك. كريم انا بصبح عليك طبعا في البدايه، وانا هروح معاك لو سمحت لي لنقطه صغيره لان هي في غايه الاهميه، ويمكن شفنا تاثيرها في المباريات اللي فاتت الخاصه بالفريق عندنا ان هي كان ليها نتائج سلبي لان اللعيبه وقتها كانت مضغوطه. انا عايزه اتكلم عن الراحه النفسيه وتنقل لنا كده الصوره من عندك، لان انت كنت موجود في الكواليس وفي بعض يعني الاجتماعات اللي دارت ما بين موسيماني والفريق. انا عايزه اروح للمعنويات المرتفعه، عايزه اروح معاك للاحاديث اللي دارت بين موسيماني والفريق من ناحيه الثقه، من ناحيه فكره هنا ان انت عايز تريح اللعيبه او عايز تشيل الضغط اللي عليهم سواء من الناس سواء من الاعلام سواء من المباريات اللي فاتت. خليني اروح معاك للنقطه دي او توضحها لنا بعد اذنك، اتفضل. نقطة أكيد مهمة جدا زميلتي نهاوند، وهو يمكن الجانب النفسي ده أمر مهم جدا، المدير الفني أو الجهاز الفني بيتميز بالجانب الفني بشكل كبير جدا، لكن الجانب النفسي ورفع الضغوطات وتجديد الرغبة بشكل مستمر ده الدور الكبير اللي بيقوم به الجهاز الفني للنادي مع ايضا كمان اللاعبين الكبار في فريق النادي الاهلي. الحقيقه ضغط كبير جدا الفتره اللي فاتت، ويمكن على طول الجهاز الفني بيتسو موسيماني، كابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على اهميه المرحله، لكن لابد يكون تركيزنا ما يوصلناش لمرحله التشتيت. يعني مهما كان التركيز ومهما كانت التركيز الكبير للفتره القادمه او في المباريات بيكون امر صعب جدا للعيبه، لان اللعيبه مضغوطه بشكل كبير خلال المرحله الماضيه. الحقيقه كل اللعيبه بتتكلم، اللعيبه عندها رغبه بشكل كبير جدا والطموحات متجدده، وكل الامور دي الحمد لله عارفينها على فريق النادي الاهلي، لكن مع الضغط الكبير اللي بنشوفه من المباريات، لعيبه راجعه من المنتخب، عندنا اصابات، عندنا بعض المراكز فيها تاثير بشكل كبير، ايمن اشرف الحقيقه كمان اللي بناكد على جاهزيته مع وليد سليمان، كل الامور دي بتريح الجهاز الفني، لكن الجانب النفسي مهم جدا. الحقيقه كل بيتكلم عن المرحله، كل بيتكلم تحديدا عن مباراه الهلال مباراه المريخ السوداني. ويمكن نقطه كمان يا نهاوند عايز اكد عليها، يمكن لو اتيح فرصه ان يكون في جمهور متواجد في مباراه المريخ، لسه الامر ده لم يحسم، الامر ده هيكون في ضغط كبير على فريق النادي الاهلي، لان المريخ السوداني عنده روابط اولتراس متواجده وعنده اعداد كبيره، فجمهور منظم بشكل كبير جدا، على عكس ما يكون فيه جمهور في فيتا كلاب او في اي فريق تاني بيكون تشجيع فقط لغير. لكن التنظيم ده كمان يمكن بيتسو موسيماني اكد عليه، قال مش هينفع ان احنا نضغط لو في جمهور، لابد ان احنا نكون على قدر المسؤوليه، ما نسمعش اي شيء في المدرجات، تركيزنا وحيد. انا كنت متواجد في مباراه الهلال الحقيقه، وكانت مباراه كانت صعبه جدا خلال البطوله الماضيه، وكان فيها ضغوطات وفيها مضايقات كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. كل ده يمكن كل مره بياكد عليه الجهاز الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ قال ممكن نقابل صعوبات بشكل كبير، فده ضغط اكيد على اللاعبين والجهاز الفني، لكن بالخبره الكبيره بقى طبعا والرغبه المتجدده وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، كل الامور دي بتتلاشى طبعا، وبيقدر النادي الاهلي يتخطاها وبيبقى تركيزه فقط لغير في 90 دقيقه. بنتمناها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله يعود النادي الاهلي من رحله المريخ منتصر ويصعد ان شاء الله مباشره لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله يقدر يحافظ على لقب البطوله العاشره، الحلم الجميل والحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. حلمنا جميعا، وعندنا ايمان بدايه ان شاء الله العشرة تكون يا اهلي. بشكرك جدا زميلنا العزيز كريم احمد على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، وانا بضم صوتي وكلنا بنضم صوتنا لصوتك، يعني كل الاهلاويه في كل مكان. احنا اكيد بنتمنى ان شاء الله نشوف مباراه فيها فرد لشخصيه الاهلي منذ الدقائق الاولى، وبنتكلم هنا فرد الشخصيه، مش لازم ان انت تهاجم، فرد الشخصيه وقد تعني ان انت تمنع الخصم ان هو يصل لمرماك، يعني فرد الشخصيه بتختلف من مدير فني لمدير فني، من خطه لخطه، فنقبل ان شاء الله نشوف فيه فرد شخصية الأهلي اللي احنا واخدين عليها. شكرا ليك يا كريم جدا.
كل